بكين تنجح في توسيع نفوذها التجاري. الصين وإلى جانبها اليابان، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا وأستراليا توقع مع مجموعة دول جنوب شرقية آسيا آسيان أكبر اتفاق تجاري في العالم، الاتفاقية المسماة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. الاتفاقية تشمل 29% من الناتج المحلي العالمي ومليارين ومئتي مليون مستهلك. العاصمة الفيتنامية هانوي تشهد نصر بكين كما شهدت فيما مضى إخفاق آخرين. لم تمضي أيام على زيارة وزير الخارجية الأمريكي إليها جاءها محذرا من التهديدات الأمنية الصينية. اتفاق اليوم يبرم بغياب الولايات المتحدة ويروج له بديلا عن مشروع الأمريكيين الشراكة عبر المحيط الهادي، على الرغم من أن حجم التجارة الأمريكية مع المنطقة يبلغ تريليوني دولار. استلزم التوصل إلى الاتفاق مفاوضات بدأت عام 2012، وتراجعت الهند عن المشاركة في الاتفاقية العام الماضي. وليست وحدها من غاب، بل إن ما يشبه الحلف على الساحة الدولية بين موسكو وبكين لا يعني إشراكها في الاتحاد الجديد. أثر جائحة كورونا ليس غائبا أيضا عن إتمام الاتفاق، فدول آسيان تسعى لإنعاش اقتصاداتها المتضررة، وبمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ستخفض الرسوم الجمركية بين دولها وتسهل التجارة والاستثمارات بينها. وإن كان المسار المستقبلي للشراكة يفضي إلى آلية كاملة مع إزالة الحواجز التجارية، إلا أن ذلك يلزمه نحو عقدين من الزمن تتشكل فيهما ملامح عالم جديد تعود إليه سلطة الحزب الشيوعي من باب النجاح الاقتصادي، مع أنه كان مقتلا للتجربة السابقة.